السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا هنا قسم قسم يواصل الثورة. الرسالة هذه للسيد السحب عتيق اللي يهدد في التوانسة اللي يحبوا يطيحوا الشرعية. الخطاب متاعك هذا يبين بالواضح أنك على الديفنسيف وأنك ضعيف وأنك ماكش قادر تخوض انتخابات جديدة. لذلك استعملت لغة الوعيد والتهديد والقتل والسحب. هذا الشيء هذا يقول ما ينفعكش. هذا واحد. واثنين، نحب نذكرك وإن الذكرى تنفع المؤمنين. الشرعية نتاعك ماهيش قرآن مقدس. الشرعية متاعك اليوم أصبحت مشكوك فيها بل انتهت. ولكن عقلاء البلاد ما حبوش يمشوا في بيان المراهق السياسي محمد الهمامي وكذلك المراهق الآخر محسن مرزوق. علاش؟ لأننا نحس في أرواحنا مسؤولين أمام هذا الشعب العظيم، الشعب العظيم التونسي هذايا اللي عطاك كونترا سوسيال. الشرعية يساوي كونترا سوسيال. ما نفذتش الكونترا يعني تطرد طردا. حركة الفوضى ما عندهاش برنامج، بل برنامجها هو برنامج التجوع، وفشلت فشلا ذريعا. اذا لازم عليك تشوف الخلل اللي عندك. مش غلبوك في الدار رجعت غيظك في الشارع ابدا. تعطي موعد جديد للانتخابات وفي أقرب وقت ممكن. والانتخابات لازم يكون قانون واضح. دي ريزولتا يلزمها تخرج ايميدياتمون في كل سنتر، ولو نستعملوا للساتيليت نتاع الترانسميسيون. اذا الكلام نتاعك هذا مردود عليك، والشرعية نتاعك انتهت، وانتم كل يوم في النقص. يوم اللي قاسم يقرر باش نطيحك بالذي لا اله الا هو كي تهبط معاك جنون. اليوم قاسم مازال يعطيك في فرصة جديدة انك باش تخرج بكل هدوء. اللي حاجتي بيهن اني نطيحكم بكل هدوء باش تتربوا. والايام بيننا. السلام عليكم.